بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وشراح مصنفاتهما في الدارين، آمين. فصل في قصر الصلاة وجمعها. وقصر الصلاة يكون في الرباعية، أما الثلاثية والثنائية كالصبح والمغرب فلا قصر فيهما. يقول: ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية، وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. كلمة المتلبس بالسفر دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها، لأن في الشرع الشريف ليس كل من استعد للسفر اسمه مسافر. المسافر في الشرع الشريف هو الذي ترك حدود المدينة المقيم فيه. لما تخرج عن حدود مدينة الإقامة اسمك في الشرع مسافر، وإن كنت في العرف ممكن تبقى أنت مسافر وأنت في بيتك بتحط الشنطة وتفضل الشنطة وتاخدها في عربيتك، أو تاخد تاكسي وتمشي على المحطة، اسمك مسافر. ده في العرف وليس في الشرع. الشرع المسافر هو الذي فارق مدينة الإقامة، وحدود مدينة الإقامة أيام النبي إن هو يترك حوائط المدينة، يعني البساتين المحيطة بالمدينة اللي يتبع إيه حيز المدينة. إذا كنت أنت في مدينة مثلا ريفية لحد ما تعدي الحقول المتعلقة بالمدينة بتاعتك، لما تدخل في حقول المدينة المجاورة تبقى اسمك أنت مسافر في الحالة. في العصر الحديث لما توصل إلى إيه؟ محطة الرسوم، بوابة الرسوم اللي موجودة على الطرق السفر، تبقى اسمك أنت خرجت عن حدود مدينة الإقامة. فيبقى أنت طول ما أنت بتتحرك داخل المدينة وأنت شنطك في الشنطة ما اسمكش مسافر في الشرع، واسمك مسافر في العرف. واحنا هنا بنشرح الشرع مش بنشرح العرف، وعشان كده قلت متلبس بالسفر يعني الذي فارق حدود مدينة الإقامة، يعني لا تقصر ولا تجمع الصلاة في داخل مدينة الإقامة مطلقا. تبدأ القصر والجمع عند مفارقة مدينة الإقامة، يعني بعد محطة الرسوم. في العصر الحديث بتاعنا نسميها محطة الرسوم، كويس؟ هذه معنى كلمة المتلبس بالسفر. مفهوم مدينة الأسئلة في الآخر. أيد كل سؤال واكتبه، في الآخر احنا هنناقش كل حاجة، واديه هنا مكتوب. الشروط بقى علشان يقصر الصلاة، في خمس شروط لازم تتوفر علشان يقصر الصلاة. والقصر ده متعلق بالصلاة الرباعية اللي هي بالعربي كده أو بوضوح الظهر والعصر والعشاء. الظهر تبقى ركعتين، العصر تبقى ركعتين، العشاء تبقى ركعتين، دي معنى القصر. بخمس شرائط: الأول أن يكون سفره أي الشخص في غير معصية، ما يكونش سفر محرم، لأن القاعدة عندنا أن الرخص لا تناط بالمعاصي. لا تناط بالمعاصي يعني لا ترتبط بالمعاصي. الرخص الشرعية كقصر الصلاة
هذا تيسير من الشرع للإنسان المكلف. فغير معقول أن الإنسان الذي يسافر سفر معصية الشرع يساعده ويسهل له الصلاة، وإلا كأنه بيعينه على المعصية. واضح؟ لأن القاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، فلا بد أن يكون هذا السفر إما واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها حتى يترخص فيه. أما لو كان حراما فلا يجوز له أن يترخص في السفر من قصر صلاة أو جمعها أو فطر في رمضان أو مسح على الخف أكثر من يوم وليلة، اللي هي الرخص المتعلقة بالسفر. أمثلة بقى للسفر الواجب كقضاء دين، أي لكن السفر الواجب كقضاء دين وتحط معاه حج الفريضة برضه، والسفر المندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر تجارة، والمكروه سفر في بلاد المسلمين مثلا بلا سبب معين وجيه، مجرد تضييع وقت كده، هذا مكروه بقى، لأن المسلم المفروض ما يضيعش وقت. لكن لو سافر بلاد الكفار بلا سبب وجيه حرام. واضح؟ فلا يجوز السفر لبلاد الكفار إلا لغرض صحيح، إما جلب تجارة أو جلب علم للمسلمين ينتفعوا به، أو دعوة يدعو الناس إلى دين الله، أو عمل ليسترزق به لأنه ضاق به الحال في بلاد المسلمين، يبقى له أن يسافر. إنما يسافر مطلق سياحة في بلاد الكفار حرام. ممكن سفر المعصية يكون بغير إذن الوالدين، دي نموذج سفر المعصية، ولو كان لغرض مباح، لكن طالما الوالدين لا يوافقوا عليه بقى اسمه سفر معصية. ممكن يكون بغير إذن الزوج للزوجة اسمه سفر معصية. كل دي أمثلة لسفر المعصية الذي لا يجوز الترخص فيه. وهناك فارق بين عاص في السفر وعاص بالسفر. العاصي في السفر ان المسافر نفسه يعمل بعض المعاصي وان كان غرضه في السفر صحيح، فلا يترخص. يبقى العاصي في السفر له ان يترخص، لان لا يشترط في المسلم ان يكون معصوما، ممكن يعمل بعض المعاصي معلش ويستغفر. لكن العاصي بالسفر نفسه، يعني السفر نفسه معصية زي الأمثلة اللي اديناها في السفر المعصية، هو ده الذي لا يترخص. ولو بدأ السفر مباحا فنشأت المعصية امتنع من الرخصة. يعني هو بيسافر مثلا يزور أقاربه في مدينة ما، فتذكر أن هناك إنسان يريد أن يؤذيه في الطريق، فقال والله فرصة أما أروح أأذي فلان وأنا رايح أزور أقاربي في المدينة. يبقى هنا بعدما كان في بدايته سفرا مستحبا لصلة الرحم تحول إلى سفر معصية لإيذاء مسلم. يبقى في الحالة دي بمجرد دخول النية على هذا السفر أصبح السفر ده أصبح سفر معصية، بالرغم أنه شرع فيه مستحبا أو مباحا. يعني لا يشترط أن يكون سفر المعصية معصية من ابتدائه، بل قد تطرأ نية المعصية في أثناء السفر، فإن طرأت صار هذا السفر أيضا سفر معصية فلا يترخص فيه. يبقى هناك فرق بين عاص بالسفر، يعني السفر نفسه هو اللي معصية، وعاص في السفر يعني هو مسافر بيعمل تصرفات ما تليقش، بيبص مثلا على الستات، بيضيع بعض الفرائض، ينزل يقعد على القهوة ويشرب دخان، كل دي معاصي في أثناء السفر. يتفرج على فيلم مثلا في السوبر جيت خليع علشان ايه يسلوا المسافرين، يبقى هنا عصى في السفر، يترخص ده ما يجراش، يترخص. ليه؟ لأن هو سفره ذاته مباح وطرأت المعصية في أثناء السفر. واضح؟
هناك فرق في الحتتين دول مهمة. يبقى أن يكون سفره أي الشخص في غير معصية وهو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر تجارة. أما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع. طبعا ونحط حاجات أكتر، لا يترخص به بأي رخص من رخص السفر، بحيث أنه لا يمسح على الخف مسح المسافر، لأن مسح المسافر الخف 3 أيام والمقيم يوم بليل، يبقى لا يترخص في مدة المسح، ولا يترخص في فطر رمضان في الإفطار في رمضان. والثاني يبقى الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول متعلق بغرض السفر نفسه، لابد أن يكون غرض السفر غرض غير محرم. الشرط الثاني أن تكون مسافته 16 فرسخا، مسافة السفر مش أي سفر، لو سفر قصير لا رخص فيه، يبقى السفر القصير لا يترخص فيه. ايه هو حد الطول وحد القصر؟ حد ان تكون مسافته 16 فرسخا. فبيقول والثاني ان تكون مسافته اي السفر 16 فرسخا تحديدا في الاصح، لان في وجه مقابل الاصح بيقول تقريبا، يعني لو قال له شويه ما يضرش، ادي معنى التقريب. انما التحديد معناه لو قل قليلا يضر يمنع الحكم، واضح. والراجح فيه لانها رخصه ان يكون تحديدا وهو الاصح، ولا تحسب مده الرجوع منها، يعني ما تحسبش السفر رايح جاي، واضح. يعني احنا بس عم بنقول ان ال 16 فرسخ هو عباره عن 4 برد، البريد 4 فراسخ، 4 فراسخ البريد، 4 فراسخ السفر الطويل، 4 برد، يبقى 4 × 4 = 16 فرسخ، خلاص. الفرسخ 3 أميال هاشمي، الفرسخ 3 أميال هاشمي، يبقى 3 × 16 48 ميل هاشمي، ميل هاشمي، والمقصود بالميل الهاشمي مقابل للميل الأموي، يبقى الميل الهاشمي مش هاشم جد النبي، لا، الميل الهاشمي اللي هو الميل العباسي ايام العصر العباسي. انما في ميل تاني ميل اموي، كان الخمس اميال امويه تساوي 6 أميال هاشمي. خد بالك من الحاجات اللي ايه المقاييس دي، اكتبها لانك هتنساها، فدي حاجات تتكتب مش حاجات تسمعها كده وتنام، ما ينفعش الارقام دي هتنسى. يبقى احنا عندنا السفر الطويل حده 4 برد والبريد 4 فراسخ، يبقى عندنا السفر الطويل حده 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال هاشمية، يبقى المجموع 48 ميلا، وقلنا الميل الهاشمي غير الميل الأموي، الميل الأموي 5 أميال أموية يساوي 6 أميال هاشمية. الميل بقى طوله قد ايه؟ 4000 خطوة، 4000 خطوة، والخطوة 3 أقدام، والقدم 12 إصبع مستعربة، يعني بتحط صوابع كده بالعرض، تحط 12 صباع مستعربة جنب بعض، يبقى ده وده القدم. وقايلين احنا ان الميل 4000 خطوة والخطوة 3 أقدام، يعني 3 قدم، فاربعة الاف 12000 قدم، يبقى الميل 12000 قدم، والقدم 24 إصبع مستعرضة. الذراع قدمين، الذراع قدمين، سهلة، عشان لو حبيت تعده بالأذرع يبقى سهلة برضه، لما تسمع الذراع تعرف ان الذراع يساوي قدمين، وانت عرفت ان القدم 12 اصبع مستعربة يبقى الذراع 24 اصبع مستعربة لانه قدمين. طب والاصبع بقى
ستة شعيرات. عارف بتاع الشعير؟ تروح تجيب الشعير من عند بتاع الشعير، تحط ست شعيرات جنب بعضهم، يطلع ده الصباع. سهلة. القدم 12 اصبع مستعرض، والاصبع ستة شعيرات. كل شعيرة تساوي ست شعرات من شعرات البغل البرزوي. ما كانش عندهم لسه بقى، ما كانوا بيقيسوا بالطريقه، بعد كده عملنا احنا المزوره وعملنا المتر وعملنا الحاجات دي كلها، لكن هم كانوا بيعملوا المقاييس كده زمان. يبقى انت لما تنتف ست شعرات من البرزون او البغل، البرزون اللي هو الحصان الكبير، اللي هو يبقى ايه؟ حصان غير عربي، يسموه الحصان التركي، اللي هو زي الحصان بتاع العربيات الكرب، تلاقيه طويل كده وضخم، غير الحصان العربي الجميل اللي بيتباع بملايين. الحصان العربي وليه شهادة نسب، ده ليه مقاييس تانية. يبقى البرزون هو الحصان الضخم الكبير، يسموه كانوا يسموه الحصان التركي زمان، أو البغل. البغل اللي هو عبارة عن حصان وحمار نتج منهم بغل، مش كده برضه؟ لو خدت بقى ست شعرات من هذه الشعرات من هذا البرزون او البغل، يبقى الست شعرات دول تساوي شعيره، والست شعيرات تساوي اصبع، تضربهم في ايه؟ في 12 يطلع قدم. سهل. تضرب القدم في 12000 يطلع ايه؟ يطلع ميل. سهلة الحكاية بقى. واحنا قلنا ان الخطوة ثلاث اقدام، الخطوة ثلاث اقدام، والميل 4000 خطوة. يبقى اضرب 3 × 4000 يطلع 12000 قدم. واضح؟ سهلة الحكاية. نحسبها الوقت بالايه؟ بالمقاييس العصرية. معظم العلماء على حوالي انها حوالي 82 كيلو او 83 كيلو متر مربع، متر بس مش مربع، متر طولي، لان المربع تبقى مساحه، احنا بنتكلم في الاطوال. حوالي عند الاحناف والمالكيه 82 الى 83 كيلو متر. عند الاحناف والمالكيه، ما بقولكش الشافعيه. عارف الشافعيه بقى عندهم حوالي 175 كيلو، لكن الفتوى في مذهب الشافعية على مقاييس الأحناف والمالكية. واضح؟ يبقى لو عندك أنت هتسافر حوالي 82 كيلو أو 83 كيلو، اللي هي يساوي تقريبا نصاب الزكاة بالذهب بس بالجرام كده برضه تقريبا، عشان تجمع الحاجات دي تبقى ما بتنساهاش يعني. لأن نصاب، هناخد في باب الزكاة، نصاب الزكاة في الذهب حوالي برضه 82 جرام ذهب عيار 21، يحول عليهم الحول يبقى فيهم ربع العشر. يبقى اللي هيسافر 82 كيلو في جهة واحدة، في جهة واحدة، يبقى ده سفر يبيح له القصر طالما في جهه واحده. لكن افرض هتسافر 45 كيلو وترجع في نفس اليوم، ما تجمعش بقى 45 و45 قد 90 تكسر، لازم في جهه واحده. واضح؟ الشرط الثالث ان يكون القاصر مؤديا للصلاه الرباعيه، لان احنا قايلين ان القصر ده متعلق بصلاه رباعيه، يبقى عشان يقصر لازم هيكون بيؤدي صلاه رباعيه عشان يصليها ركعتين وتكون فريضة. يبقى عندنا الظهر والعصر والعشاء. أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه، أي في السفر مقصورة. أنا فاتني الظهر امبارح وأنا كنت في بلدي، بس افتكرته وأنا في الطريق في السفر، لما أجي أقضيه أقضيه تاني، لأن أنا كان فاتني ظهر في الحضر في الإقامة، فلو قضيته في السفر اقضيه تاما. واضح؟ لقيتها في السفر. اه.
والفائتة في السفر، الصبر جميل والأسئلة في الآخر، والفائتة في السفر تقضى في السفر مقصورة، لكن لو قضيت فائتة السفر في الحضر تامة. واضح؟ يبقى والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضر. والرابع، الشرط الرابع، أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام. يعني لو قال في السفر اللي فيه قصر نويت صلاة فرض الظهر أداء الله أكبر وما قالش قصرا وجب الإتمام. واضح؟ لو ما نماش القصر مع تكبيرة الإحرام وجب الإتمام، فلابد أن مع تكبيرة الإحرام ينوي القصر. فهمت بقى المسألة؟ ده شرط الثالث، أن يكون القاصر يعني المكلف بالصلاة مؤديا للصلاة الرباعية، خلصناها. والرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام يعني مع تكبيرة الإحرام، مش أثناء الصلاة. ما ينويش الظهر فرض الظهر أداء الله أكبر وبعدين هو بيقرأ الفاتحة يفتكر إنه على سفر يقول لما أقصرها، ما ينفعش بقى. خلاص؟ يبقى لازم يتمها. والرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام به. الخامس، ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم، أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. الشيخ ابن القاسم الغزي في الشرح صلح كلمة مقيم دي، لأنك أنت لو اتميت بإنسان بيتم صلاته سواء هذا كان مسافر لكنه بيتم صلاته وجب ايضا الاتمام. فيبقى اما يقول بمساء بايه ولا يأتم بمن يتم صلاته، ليه؟ عشان يدخل فيها المقيم والمسافر اللي بيتم صلاته، وعشان كده في الشرح صلح. واضح؟ لان ممكن انسان مسافر ما يعرفش احكام القصر فبيصلي صلاته في السفر متم، فانت اتميت بهذا المسافر اللي بيتم صلاته وجب الاتمام. واضح؟ طالما اتميت ولو في جزء من الصلاه ولو لحظه قبل التسليم، يعني نويت وراه وقعدت تقرا التشهد الاخير وسلم تقوم تجيب اربعه. واضح؟ خد بالك ان في قاعده مهمه جدا، القاعده دي اكتبها وحافظ عليها هتحل لك اشكاليات كتير. اذا اجتمع الحضر والسفر غلب حكم الحضر. ادي قاعدة، اذا اجتمع الحضر والسفر غلب حكم الحضر. ندي لك امثلة عشان تفهم القاعدة. انا دلوقتي الصلاة بتاعتي فاتتني وانا كنت في الحضر واردت ان اقضيها وانا في السفر، يبقى اجتمع هنا الحضر والسفر في المسألة دي، اغلب حكم ايه؟ يبقى تم. فاهم؟ انا صليت وانا مسافر خلف متم مقيم، يبقى اجتمع الحكم السفر والحضر، الحضر في الامام والسفر في الماموم، اغلب حكم ايه؟ الحضر. فاهم؟ نويت صلاه الظهر قصر في السفينه وما كنتش لسه دخلت حدود المدينه بتاعتي، فوانا في الركعه الثانيه من الظهر شفت ان انا دخلت في حدود المدينه من على الشط وانا في الايه بصلي الصلاه اللي انا نويتها قصر، يبقى اجتمع علي حكم الحضر والسفر، علي الاتمام بعد ما نويت قصر اروح متم على طول. يبقى القاعده دي تحل لك اشكاليات كتيره وتحل في ذهنك اسئله كثيره. واضح؟ يبقى اذا اجتمع الحضر والسفر غلب احكام الحضر. يعني انا كنت مسافر وعلي صلاة العشاء قصر فما وقفتش لحد ما وصلت مدينة الإقامة، يبقى هصلي العشاء فيها ايه؟ اتمام، لان وجبت علي وانا في السفر، ولكن عند الاداء كنت في الحضر فاجتمع حكم الحضر والسفر، اغلب حكم ايه؟ الحضر. خدت بالك؟ قاعدة مهمة تحل لك أمثلة كثيرة وفروع كثيرة.
ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا. طب انا نويت خلف امام في السفر وانا ما اعرفش هو متم ولا غير متم، وجب الاتمام. واضح؟ انا داخل في وقفت في طريق السفر، دخلت على مسجد لقيتهم واقفين بيصلوا، هصلي معاهم، هصلي الفريضه فرض الوقت. انا ما اعرفش هم اصلا مسافرين ولا من اهل البلد، انا ما اعرفش، او حتى مسافرين وربما ما بيقصروش، ما يعرفوش حكم القصر، وانا هاتم بيهم واجب الاتمام. يعني هصلي معاهم الظهر مثلا، هتصلي تتم كله. الله اسمع وما تقطعش، هتفهم كل حاجه. عارف لو سكت هتفهم احلى. يبقى انا لو دخلت خلف مجموعه بتصلي بامام انا لا اعلم حاله وجب الاتمام، لان برضه هنا محتمل هذا الامام يبقى مسافر وقاصر، ومحتمل انه يبقى مقيم، فاجتمع عندي احتمال الحضر والسفر. اغلب حكم ايه؟ امشي على القاعده، تبقى قاعده ماشيه معايا مستقيم. يبقى كل ما اقعد اسالك وحورك تبقى القاعده دي بذهنك تجاوب على اسئله كتير. فهمت بقى المساله؟ ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا. يبقى احنا كده خلصنا حكم القصر، سهل ان شاء الله. ويجوز للمسافر سفرا طويلا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتاخيرا، وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، وهو معنى قوله في وقت أيهما شاء. يبقى عندنا المسافر سفر طويل له أن يقصر، وعرفنا أحكام القصر وشرط، وله مع هذا القصر أن يجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر صلاتان نهاريتان، والمغرب والعشاء صلاتان ليليتان، في الصلاتان المشتركتان في الوقت له أن يجمع بينهما تقديما أو تأخيرا. تقديما يعني أصلي العصر في وقت الظهر مقدما، وتأخيرا يعني أأخر الظهر وأصليه مع العصر. واضح؟ ومع المغرب والعشاء، إذا كان تقديما يبقى أجيب العشاء في وقت المغرب بعد المغرب، وإذا كان تأخيرا يبقى أأخر المغرب وأصليها مع العشاء في وقت أيهما شاء. أيوه، في وقت أيهما شاء. وهل الجمع حكمه مستحب ولا جائز ولا واجب؟ يجوز، يبقى جائز مش مستحب. طب وايهما الافضل، ان يجمع ولا لا يجمع؟ عند الشافعيه الافضل ان لا يجمع خروجا من خلاف من لا يجيز كالاحناف. يبقى الافضل عدم الجمع عند الشافعيه خروجا من خلاف من لا يجيز الجمع في السفر كالاحناف. واضح؟ لان الخروج من الخلاف عندنا قاعده، الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. دي قاعده كده تبقى في ذهنك برضه. الخروج من الخلاف مستحب ومراعاه الخلاف واجب. طيب ومتى يكون الجمع عند الشافعي افضل؟ متى يكون الجمع عند الشافعي افضل؟ هيبقى أفضل إذا انبنى عليه حرج، ترك الجمع ينبني عليه حرج ليه، يعني هيطلع القطر بعد المغرب هيوصل بعد الفجر، يبقى هينبني عليه حرج إن هيضيع وقت العشاء، يبقى هتبقى أفضل. يبقى هنا بقى أجمع أحسن وما بصش للخلاف. فهمت؟ يبقى إذا كان هينبني على ترك الجمع حرج كتضييع الوقت او ترك رفقة السفر، يبقى اجمع احسن. يعني احنا ماشيين فوق خمس ست اتوبيسات ورا بعض في الطريق، قافلة كده ماشية ورا بعضها، هم ناويين يجمعوا كلهم، يبقى انا اجمع بقى معاهم، لان انا لو لم اجمع معناه ان انا هتخلف عنهم واقعد اصلي في وقت العشاء يسبقوني وقد نتوه من بعض. يبقى في الحالة دي الجمع أفضل. وكذلك الجمع أفضل لمن يقتدى به ليعلم غيره، إن كان يقتدى به ليعلم غيره علم زائد. إنما لو اختفى هذا كله
يبقى ترك الجمع أفضل خروجا من الخلاف. يبقى الجمع في السفر حكمه جائز، ليس مستحبا ولا واجبا ولا مكروها، بل هو جائز تقديما كان أو تأخيرا. طب وأنا أختار أيهما أفضل، جمع التأخير ولا جمع التقديم؟ على حسب حال السفر. لو كنت ماشي في وقت الأولى يبقى التأخير أفضل، ولو كنت ماشي في وقت الثانية يبقى التقديم أفضل. واضح؟ لو حجم جمع تقديم لازم تتوفر فيه ثلاث شروط، لو حجم جمع تأخير مفيش إلا شرط واحد. فهمت بقى المسألة دي؟ يبقى جمع التقديم يحتاج ثلاث شروط لو حجم جمع تقديم. أول شرط الترتيب. واضح؟ لازم أرتب، لازم أجيب الظهر قبل العصر، ولازم أجيب المغرب قبل العشاء. يبقى الترتيب ده لازم في جمع التقديم. والشرط الثاني إن أنا أنوي الجمع في الصلاة الأولى. واضح؟ قبل أن أسلم. يعني عندي أنوي الجمع في الصلاة الأولى من أول تكبيرة الإحرام إلى ما قبل التسليم بلحظة. فإن سلمت وما نويتش الجمع في الأولى يبقى ما أعرفش أجمع الثاني عليه. يبقى أول شرط في جمع التقديم الترتيب، ثاني شرط نية الجمع في الأولى، ثالث شرط الموالاة، يبقوا ورا بعض. ماشيش حاصل زمني، ما صليش الأولى وأقعد أختم الصلاة. ما صليش الأولى وأعمل مكالمة بالتليفون. ما صليش الأولى وأطلع أقعد على الكافيتيريا أشرب شاي وأكل سندوتش وأرجع بقى إيه أجمع، ما ينفعش. يبقى اشترط الموالاة يعني ورا بعض بلا فاصل ولا حتى ختام الصلاة. يبقى عندنا جمع التقديم يشترط فيه ثلاث شروط: الترتيب، نية الجمع في الأولى، الموالاة. سهلة؟ جمع التأخير ما يشترطش فيه إلا شرط واحد بس، وهو نية الجمع في وقت الأولى بس. يعني أنا حجمع المغرب مع العشاء، يشترط إن أنا أول ما أسمع أذان المغرب وقبل ما يجي وقت أذان العشاء أنوي إن أنا حجمعها مع العشاء بس وخلاص في قلبي كده. لكن بعد كده لما اجي اصلي بقى لا يشترط ترتيب ولا موالاة. واضح؟ يعني انا نزلت في وقت بقى العشاء وانا عليا المغرب، لقيتهم بيصلوا العشاء، ممكن اصلي معاهم العشاء وبعدين اجيب المغرب بعدها. لا يشترط ترتيب في جمع التأخير. فهمت؟ وممكن اصلي المغرب في وقت العشاء وبقى وريح شوية، أنام لي ساعة وأكل سندوتش وأقوم أصلي العشاء. واضح؟ لأن لا يشترط فيها الموالاة، لأن كده كده أنا دخلت في وقت العشاء، وقت العشاء موسم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى جمع التقديم يشترط فيه ثلاث شروط: الترتيب، نية الجمع في الأولى، الموالاة. جمع التأخير يشترط فيه شرط واحد: نية الجمع في وقت الأولى، ولا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. نقرا الكلمتين دول نشوف الشيخ قايل. وشروط جمع التقديم ثلاثة: الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء، يعني الترتيب. فهم؟ كونوا قايل كده يعني معناها الترتيب. فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح. طب افرض عكس وصلى العصر الأول وهو عايز يجمع، نقول له خلاص ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. قوم صلي الظهر وقت العصر بعدها. قوم صلي الظهر. طب والعصر اللي صلاه الاول يحسب له مما فاته ان كان قد فاته عصر في سفر زمان ولو من سنوات، يحسب له فرض فائت كعصر في صلاة سفر لم يصليه في عمره، ان شاء الله من 10 سنين 20 سنة ما تفرقش. طب معلوش فرائض خالص الحمد لله، هو من يوم ما ربنا كلفه ما فاتوش ولا فرض، يحسب له مطلق نافله. يحسب له ايه؟ مطلق نافله. فهمت بقى المساله؟ طب افرض انه صلى الظهر وكان عايز يجمع مع العصر جمع تقديم ولم ينوي في الاولى، نقول له عيد الظهر لادراك نيه الجمع
والموالاة. واضح؟ يعني هو كان ناوي يصلي الظهر مع العصر، بس ما يعرفش حكاية انه لازم ينوي الجمع في الاولى، ولا عارف انه لازم يبقوا ورا بعض، فراح مصلى الظهر وما نواش معاه الجمع، لانه يعني مش فاهم ان لازم ينوي. وبعدين قعد كده ياكل له سندوتش ويستريح شويه في الجامع، وبعدين دخل عليه واحد منكم عارف الاحكام، قال له انت صليت ايه؟ قال له انا صليت الظهر وحصلي العصر بقى ايه بعدها، بس قلت اكل السندوتش. قام سال، قال له انت نويت نيه الجمع في صلاه الظهر اللي صليتها دي؟ قال له لا. قال له كمان كلت سندوتش مفيش موالاه، يبقى فاتك شرطين، نيه الجمع والموالاه. تعمل ايه؟ قوم تعالى بقى صلي معانا الظهر الثاني. يقوم يصلي معاهم الظهر تاني، واللي صلى ده ايه؟ فرض مما فات، او هو نفس الفرض لادراك الموالاه والنيه. واخد بالك؟ مش نفس الفرض بذاته بعينه، بل نفس الفرض لادراك الموالاه والنيه. واضح؟ ونيه الجمع. فبيقول هنا فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح، ويعيدها بعدها إن أراد الجمع. سهلة زي ما قلنا المثال. والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى بأن تقترب نية الجمع بتحرمها، فلا يكفي تقدمها على التحرم ولا تأخرها عن السلام من الأولى، وتجوز في أثنائها على الأظهر. يعني في مقابل الأظهر يقول لك إن لم ينوي الجمع مع تكبيرة الإحرام ما ينفعش يجمع. ده إيه؟ ده مقابل الأظهر. والأظهر اللي هو عليه الفتوى إنه لو استدرك نية الجمع في أثناء الصلاة قبل التسليمة الأولى صح له أن يجمع. واضح؟ والثالث الموالاة بين الأولى والثانية بألا يطول الفصل بينهما، فإن طلع عرفا ولو بعذر. ممكن انتقد وضوءه بعد الأولى يروح يتوضى ويرجع على طول، يبقى ما طالش عرف. طب افرض بقى دخل يجدد وضوءه لقى عنده دور إسهال وتعنية وقعد في دور في المية مدة طويلة، كل ما يخرج يدخل تاني، كل ما يدخل طالع عرفا، يبقى في الحالة دي هيعمل إيه؟ يعيد الظهر تاني وبعدين يجيب ايه العصر. ليه؟ لانه طال عرفا، يبقى مطلوقه للعرف. والثالث الموالاه بين الاولى والثانيه بألا يطول الفصل بينهما، فان طال عرفا ولو بعذر كنوم. يبقى العرف هو معتبر شرعا، عشان كده عند الشافعيه من قواعد مذهب الشافعي ايه؟ لا اللي هو العاده محكمه، العاده محكمه قايلين كده، اللي هي العرف، يعني نحكم العرف اللي هي العاده، عاده الناس ايه؟ ان ده طال ولا ما طالش؟ نشوف كده حسب العرف اللي هو يسموه كومون سنس باللغه بتاعتنا بقى. واخد بالك انت بالكومون سنس كده، ده طول ولا ما طولش؟ فهمت ازاي؟ يعني ملهاش دقائق معينة محسوبة، لا دي متروكة للعرف. واضح؟ اللي هو بعض الناس يقول لك المعروف عرفا كالمشروع شرعا، يقولوها كده، لكن الشافعية عبروا عنها بالعادة محكمة. لأن احنا قواعد مذهب الشافعي قامت على خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والميسور لا يسقط بالمعسور. خمس قواعد قام عليها مذهب الشافعي. قلناها كده في الجلسات الأولى اللي يتذكر. ها؟ المشقة تجلب التيسير، اللي هو الميسور فيسكت بالمعصوم، اللي هي المشقة تجلب التيسير، نفس المعنى. يعني مش قاعدة ثانية، لديه نفس المعنى، بس أنت عبرت عنها بتعبيرين آخر. يبقى إحنا عندنا خمس قواعد لمذهب الشافعي تحفظها وتكتبها. الأمور بمقاصدها اللي هي إيه؟ أول حاجة الأمور بمقاصدها. تاني حاجة الضرر يزال، تالت حاجة اليقين لا يزول بالشك. تالت الضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة اللي هي العرف. وخامس حاجة الميسور لا يسقط بالمعسور. سهلة خالص.
فكل شويه يقول لك عرفا عرفا عرفا، يبقى تعرف ان العدم محكم. فان طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تاخير الصلاه. يعني نام بقى شويه، صلى الظهر ونام شويه، مرهق بالسفر نام شويه، ما ينفعش بقى يقوم يجي بالعصر ولسه العصر ما اداش، يبقى وجب تاخير في الحاله دي الصلاه الثانيه الى وقته. ولا يضر في الموالاه بينهما فصل يسير عرفا، يعني فصل يسير عرفا. عطس قال لي الحمد لله، الثاني قال له يرحمك الله، قال له يهديكم الله ويصلح بالكم، واقام الصلاه وصلى. ده عادي فصل يسير. كح وشرق وراح جاب له كوبايه ميه يشرب عشان شرق، ما جراش حاجه. فهمت ازاي؟ ما طالش عرفا. واما جمع التاخير فيجب فيه ان يكون بنيه الجمع، وتكون النيه هذه في وقت الاولى. يعني انا حنوي اجمع الظهر في وقت العصر، اول ما يبدا الظهر الى ما قبل اذان العصر، وانا قاعد كده في الاتوبيس ولا في القطر او في الطائره، انوي جمع الظهر مع العصر بقلبي بس وخلاص. ساعتها لما اجي اصلي الظهر بقى في وقت العصر اقول نويت صلاه فرض الظهر جمع تاخير، الله اكبر، ما اقولش قضاء. طب انا ما نويتش نيه الجمع في وقت الاولى حتى اذن العصر، يبقى هقول نويت صلاه فرض الظهر قضاء. فهمت بقى؟ بقى قضاء مش جمع. فدي نقطة هامة تاخد بالك منها. أما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى، ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن، لو ابتدأت فيه كانت أداء. يعني زمن يكفي ركعة. يعني بحيث إن أنا أنوي الجمع التأخير بتاع الظهر إلى زمن يكفي صلاة ركعة واحدة من الظهر قبل أذان العصر. يعني ولو شوف أذان العصر فاضل عليه دقيقة ونص ورحت أنا ناوي الجمع ينفع خلاص. لكن فاضل عليه 10 ثواني وأنا مش حال هجيب ركعة في 10 ثواني، يبقى ما ينفعش، فاتني الجمع. هتبقى قضاء بقى. واضح؟ ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة. يبقى عندنا في جمع التأخير هو بس نية الجمع. ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاث. هنيجي بقى بعض الحاجات اللي ما قالهاش هنا. دي ميزة بقى الشرح بتاع الشيخ، ان يجيب لك حاجة مش في الكتاب. طيب أنا هقصر وأجمع مدة قد إيه؟ أنا هسافر اسكندرية مثلا، من القاهرة إلى الإسكندرية. هقصر وأجمع طول الطريق، لما أنزل كل استراحة أقصر وأجمع لحد ما أوصل اسكندرية. وصلت الحمد لله اسكندرية. طب في اسكندرية أقصر وأجمع ولا أتم؟ يوم يقول لك إيه؟ لو أنت هتقعد في مدينة، المدينة اللي أنت مقصدك هتصلي فيها 19 وقت فأقل، 19 وقت فأقل، لك أن تقصر وتجمع مدة إقامتك فيه، لأنك اسمك مسافر. يعني أقل من إيه؟ من 4 أيام كاملة. اسمك مسافر أقل من 4 أيام كاملة، 4 أيام كاملة يعني 20 وقت، 5 في 4، مش اليوم فيه 5 فرائض؟ يبقى 20 وقت، فما زاد اسمك مقيم، ومجرد وصولك اسكندرية تتم بقى، لأنك بقيت مقيم. ليه؟ لأنك هتقعد فيها 20 وقت فما زاد. هقعد فيها اسبوع، هقعد فيها 4 ايام، هقعد فيها 5 ايام، يبقى بمجرد وصولي بقيت مقيم. واضح؟ طيب انا هسافر اسكندريه عشان اقضي مصلحه. انا مش عارف هتخلص امتى، يمكن بكره، يمكن بعد، يمكن بعد 3 ايام، ما اعرفش. هروح مصلحه حكوميه على قد ما يمضوا لي الورق واخلصه، او اما اقابل فلان هرجع على طول. فروحت قالوا لي يا فلان ده مسافر هيجي بكره. لك ان تقصر وتجمع. يجي بكره يقول لك معلش اتاخر، اصل ايه؟ حصلت حادثه والناس قطعوا الطريق بتاع القطر. بعد الثوره بقت الناس تعمل الموضه دي والراجل مش عارف يجي، فاصبر شويه. قعدت يومين كمان تقصر وتجمع. فضلت قاعد مستني يوم اتنين تلاته لحد ما لقيت نفسك بقالك 4 ايام تتم بقى. ولسه ما جاش. واضح؟
وبعض العلماء قال لك الى 10 ايام، وبعض العلماء قالوا 18 يوم ثم يتم فيها خلاف، والاحوط اكثر من 4 قعد كمل بقى تتم لحد ما يبقى ايه يفتحوا ايه طريق الاكل ويرجع الراجل تاني. لو مشيت في اليوم الخامس ها؟ لو مشيت في اليوم الخامس هتم ولا أكثر؟ انت صليت كم فرض هناك؟ 20 وقت هناك، يبقى هتتم من اول وصولك. واضح؟ مش عايزين بقى اسئله ثانيه. في اليوم الخامس ممنوع اسئله ثانيه. الخامس ده يعني 25 وقت. يعني عدينا ال 20، يبقى السؤال ده لا محل له من الاعراب. صح ولا لا؟ اشهدوا عليه. خذوه مخالفه. لازم السؤال يبقى ليه محل في الاعراب. ما احسبش الصلوات في الطريق ولا الصلوات اللي هصليها وانا راجع. بحسب الصلوات اللي هصليها في المدينه اللي انا هقعد فيها. افرض ان انا قعدت مسافر لاسكندريه 3 ايام، نزلت طنطا عند قرايبي قعدت 2 يوم، ونزلت دمنهور عند قرايب مراتي قعدت 2 يوم، ونزلت كفر الدوار عند اخوالي قعدت 2 يوم، وبعدين وصلت اسكندريه، ابتدي احسب من اول ما حاولت اسكندريه، وطول المده دي قاعد بكسر وزن. واضح الكلام؟ يبقى ابدا احسب الصلوات على العدد اللي هو ايه 19، فأقل أقصى عدد 19، لأن الثلاثة مترخص فيها في الشرع. الثلاثة رقم 3 مترخص فيه في الشرع. يعني لو تحركت 3 حركات في الصلاة لا تبطل، أزيد من 3 حركات يبطل. فاهم؟ يبقى ده رقم 3 ده مترخص فيه في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب واجب الضيافة 3 أيام. ما زاد عن 3 أيام مفيش واجب ضيافة، يعني معناها صار مقيما. مش كده برضه؟ حد السفر 3 أيام، أزيد من 3 أيام يقول لك لا أنت حجيها هنا هنأجر لك شقة بقى. نزلت على قريبك قعدت 3 أيام. صاحي هو من النوم على إنك بتوضب بقى شنطتك وتمشي بقى، يعني في الرابع يوم. لك لسه قاعد مربع. قال لك بقول لك إيه، أنا هأجر لك شقة إيجار جديد بقى، أنت صار ناوي تعيش. تعيش هنا بقى. فاهم؟ يبقى صار مقيما في عرف الناس. ويجوز للحاضر. طب هل ممكن يبقى في صلوات اجمعها دون قصد وانا في مدينه الاقامه؟ اه بقى في مدينه الاقامه ممكن ان انا اجمع ولكن بلا قصد. يعني انا وانا في القاهره هنا وانا من اهل القاهره ينفع اجمع صلاتين مع بعض؟ اه ينفع اجمع صلاتين في المطر. واخد بالك ازاي؟ إذا كان في مطر شديد وأنا بصلي الجماعة في الجامع وطريق الجامع زلق. واضح؟ بالشروط دي لازم يبقى مطر شديد والمطر يستمر حتى أنتهي من الأولى وأشرع في الثانية، وإن أنا أكون من أهل حضور الجماعة. يبقى أجمع علشان ما يضيعش عليا الجماعة، لأن الطريق للجامع بالنسبة لي مشكلة، ممكن أقع في الطين. لكن انا بصلي في بيتي اصلا يبقى ما عنديش جامعة اصلا، سواء الدنيا مطرت او ما مطرتش، ما انا قاعد في بيتي، يبقى كل صلاة في وقتها. يبقى الجامع من اجل المطر لمن يحضر الجماعة ويكون مطر غزير، والطريق لصلاة الجماعة يكون فيه نوع من الخطورة. في الحالة دي يجمع في وقت الاولى بشرط ان يستمر المطر حتى يشرع في الثانية. فاذا انقطع المطر بعد ما خلصت الاولى ما ينفعش اجمع بقى. واضح؟ بالشروط دي. نقرا الحته دي. بس ساعتها هيصلي الظهر 4، يصلي العصر 4، يصلي العشاء 4 برضه. لانه ده بيجمع في دار الاقامه. فهمت القصه دي؟ ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما. تحط كده علامه فوق بينهما مع الاتمام. تكتب كده مع الاتمام، لكن في ناس بيفهموا بالعكس، يفتكر ان هيقصر كمان. يبقى مع الاتمام. اي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية. يبقى الجمع من اجل المطر يكون جمع تقديم بس. واضح؟ مفيش حاجة اسمها جمع تأخير من اجل المطر. في وقت الأولى منهما
ان بل المطر اعلى الثوب، يعني مطر غزير لدرجه ان بل على الثوب، مش تنبيع زي مطر المصريين. مصر مطرها بسيط، انا رحت اوغندا المطر يقعد اسبوع ما يبطلش، وبعدين يبطل 6 ساعات ويرجع تمطر تاني اسبوعين، ولو مر 3 ايام ما مطرتش يصلوا صلاه استسقاء. والله عندهم كده، لان هم عايشين على المطر، عندهم بيزرعوا البن والشاي والموز والحاجات دي كلها، ما حدش بيروح يروي، ده يرمي كده والمطر شغال ملوش دعوه، فلو قعد 3 4 ايام يبقى الزرعه هتموت، يقول يا رب استسقاء. فهمت؟ لكن المصريين عندنا نهر النيل الحمد لله، فما بنحسش بالحكايه دي، والمطر عندنا مش غزير، عشان كده يمكن المصريين عمرهم ما جمعوا من اجل المطر. لكن ممكن بعض البلاد اللي المطر فيها غزير، بتشوف انت ساعه الافلام الاوروبيه والامريكيه تلاقي المطر كان حنفيه نازل، مش كده برضه؟ يبقى دول معلش ازدخر عندهم الاسلام او عشت عندهم، ممكن تجمع من اجل المطر. عشان كده يقول لك مطر غزير، يعني يبل اعلى الثوب، يبل واسفل النعل، يبل اعلى الثوب ويبقى عندك طين تحت على الارض دايس عليه. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم، ايه هي؟ النية والترتيب والموالاة. الشروط السابقة في جمع التقديم اللي هي ايه؟ النية في وقت الأولى والترتيب والموالاة. ويعني يزيد عليهم تاني، ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين. يعني أنا صليت الظهر ونويت الجمع، المطر اتقطع في الركعة الثانية من الظهر، وبعدين اول ما سلمت قبل التسليم بلحظه رجع يمطر تاني، ممكن اجيب العصر. واضح؟ لكن لو اتقطع من الركعه الثانيه او الثالثه وسلمت وما فيش مطر، ما ينفعش اجمع ولو كنت نويت الجمع. واضح؟ ويشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما، ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى، سواء استمر المطر طب افرض انه استمر المطر في الاولى وبعد ما سلمت وبعد ما شرعت في العصر، وبعدين قطع مع الركعه الاولى من العصر، وانا بقى تكمل الصلاه. واضح؟ كمل الصلاه. سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا، وتختص رخصه الجمع بالمطر بالمصلي في جماعه، اهو بس ما ينفعش بقى يقعد في بيته يجمع. امراه بتصلي صلاتها في بيتها ما تجمعش، رجل بيصلي صلاته في بيته اصلا ما يجمعش. وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفة. طب افرض إن المسجد ده تحت بيتك ما تجمعش، أنت هتمشي في شارع ده تحت العمارة. فهمت بقى؟ يبقى أنت ما عندكش جمع مطر، لأنك أنت بتنزل على طول تدخل على الجامع، ما بتمشيش في الشارع. واضح؟ يبقى لازم يكون المسجد كمان بعيد عرفة. ويتأذى الذاهب للمسجد، وكمان يتأذى الذاهب للمسجد. افرض بعيد عرفا، لكن الحمد لله اسفلت حلو زي الاسفلت اللي بنشوفه في بلاد بره، بحيث ان المطر يروح متجمع كده على الجنبين وعاملين مزاريب، ومهما مطرت ما تلاقيش زلق. يبقى هنا مفيش مشكله بقى. لكن في بلاد جوه عندنا شويه مطر يقعد لنا اسبوعين ثلاثه نلبخ فيه. واخد بالك؟ ويتأذى، ويشترط كمان ان يتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعه بالمطر في طريقه. والله تعالى اعلى واعلم. اللي عنده اسئله بقى يقول سهله بقى. واحد واحد بورقه، عشان انا هقرا السؤال، هقرا السؤال عشان يطلع السؤال في التسجيل، وعشان تتعلم كيف تعبر عن سؤالك بالكتابه، دي في حد ذاتها علم بقى، انك انت تستطيع انك انت تصيغ سؤالك في كتابة، دي في حد ذاتها علم. بيقول الافضل في السفر اخذ ثواب الجماعة مع الاتمام ام احياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاتها منفردا؟ لو لم يوجد جماعة في السفر ولك ان تقصر فقط وكنت ممن يقتدى به، الافضل انك انت تاخذ الرخصة. لكن إن كنت لست ممن يقتدى به وصلاة الجماعة لا تؤخرك عن الرفقة، فيبقى الجماعة أفضل. يبقى الحكاية بتختلف على حسب الحال.
هل يكون القصر في فروض طريق الرجوع؟ طبعا. وهل يكون سواء الاقامه دون او اكثر من 20؟ ايوه طبعا. انا هقعد في اسكندريه اسبوع، طريقي لحد ما اوصل اسكندريه اقصر واجمع، وطريق العوده اقصر واجمع، والاسبوع اللي انا قاعده في اسكندريه اوتيل. في سؤال تاني هساله بالنيابه عنك، وهو هل عند القصر والجامع لي ان اصلي الرواتب المتعلقه بالفرائض ام لا؟ ده سؤال حلو وجيه، خطر في بالكم؟ ها؟ كنت هتساله؟ الحمد لله بالنيابه عنك، طوارئ خواطر. عند الشافعيه يستحب صلاه الرواتب للمسافر القاصر والجامع. يعني اصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وعندي وقت في الاستراحه وانا مش متضايق ولا حاجه، او هركب الاتوبيس وهنمشي، وانا راكب بقى الاتوبيس في الكرسي بتاعي الى غير قبله، اصلي سنه الظهر القبليه، واصلي سنه الظهر البعديه، واصلي سنه العصر القبليه، تمام كويس. ده الشافعي يعمل كده. مذهب سيدنا عبد الله بن عمر انه لا يصلى الرواتب في السفر الا سنه الصبح والوتر فقط، اما غير الرواتب من قيام ليل فبالاجماع تصلى في السفر. واضح؟ يبقى قيام الليل والتراويح رمضان والحاجات دي كلها بالاجماع تصلى في السفر، بالاجماع. انما الرواتب المتعلقه بالفرائض هي اللي فيها الخلاف. الشافعي عندهم ايضا يستحب صلاتها في السفر، لكن ما تنزلش ليها، صليها وانت ماشي في الطريق، لا يشترط النزول، لان احنا قايلين المسافر بيصلي على راحلته راكبا الى غير قبله، قبلته قبله جهته. هنا بيقول صلى خلف امام مقيم وهو في الركعه الثالثه، هل يجوز الصلاه خلفه قصرا؟ ما ينفعش، اذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر، قاعده كده، قاعد القواعد وريح نفسك. كيف الجمع بين صلاه الظهر مع العلم انه لم ينوي الجمع كالمطر؟ ما خلاص ما يجمعش في صلاه الظهر، ما بتتجمعش اصلا في المطر. العصر هي بيتجمع في وقت الظهر، واخد بالك؟ العصر يبقى علشان يجمع العصر في وقت الظهر لازم المطر بالشروط اللي قلناها دي، وانه يستمر حتى الدخول في الثانيه، وانه يبقى من اهل صلاه الجماعه، وفي مسجد يكون بعيد والطريق يكون وحده، وهو ممن يحضر الجماعه بهذه الشروط. يجوز ان هو مثلا دخل في الرفعه الثالثه، يعني خلاص هيقول لا، لازم قبل ان ينصرف، يعني بين تكبيره الاحرام وبين التسليمه الاولى له ان ينوي الجمع. واضح؟ لكن ما نواش الجمع وصلى الظهر خلاص ما يجمعش. ما هي كيفيه صلاه الاستخاره؟ هتيجي وقتها. ده في باب في ابواب ايه؟ صلوات السنن هتيجي. صلاه الاستخاره وقضاء حاجه والاستسقاء وكل الحاجات. جاء متأخرا فجلس في التشهد الأخير ثم سلم الإمام ثم سمع من ينشئ جماعة أخرى خلفه، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، لا تبطلوا أعمالكم. يعني هو لحق الإمام الجماعة الأولى في التشهد الأخير، فانصرف الإمام من صلاته وهو قام يكمل، وهو قايم يكمل سمع ناس بتنشئ جماعة جديدة، هل ينصرف وينشئ جماعة جديدة؟ يحضر معهم الجماعه؟ لا، الافضل في حقه ان يتم صلاته التي شرع فيها. ده الافضل في حقه. وله ان يحولها سنه ويصلي ركعتين ويلحق الجماعه الثانيه. لكن هذا دون الافضل. الافضل انه يستمر في نواه. ربنا بيقول ولا تبطلوا اعمالكم. والجماعه الاولى افضل من الجماعه الثانيه. فهو ارتبط بالجماعه اللي هي الافضل والاعلى ثوابا. واضح؟ فلا يتركها للأدنى ثوابا والأقل عددا. النسيان في صيام التطوع، لا فرق بين النسيان في صيام تطوع وصيام فريضة. الناسي لا حرج عليه، لو أكل أو شرب ناسيا في صوم سواء كان تطوع أو فرض لا حرج عليه. واضح؟ لأن الناسي لا حرج عليه. هل يجوز الجمع في الحضر مخافة الفوات؟ يعني نادرا ما بتحصل دي، لكن يجوز. انت راكب مثلا عربيتك والطريق واقف ومحبوس في العربية والمغرب ادن عليك،
ولو فضلت قاعد وشكل الطريق كده ان على ما هتوصل ان شاء الله هتكون العشاء الدنيا، فهيجي عليك المغرب. واخد بالك؟ تنوي الجمع يجوز في مثل هذه الحاله، تنوي جمع المغرب. القياس دي برضك دكتور الطبيب اللي يعمل عمليه 9 ساعات، والاطباء ممكن يعملوها احيانا لو دخل في جمعيه في عمليه طويله له ان ينوي الجمع فيها، لكن ما فيش حاجه اسمها عمليه طويله والطبيب ما يطلعش منها. العمليه مراحل، ده احنا بنطلع من وسط العمليه ناكل ونشرب ونستريح شويه وندخل الحمام وكل حاجه، العيان نايم في البنج مبسوط. اه والله ما فيش حاجه اسمها، اصل الجراح مش قال يعني حط الكبس الشغال بيشتغل، ما بيتعب برضه ولازم يرجع يستعيد نشاطه، يطلع شويه بعد 3-4 ساعات من عمليه طويله 12 ساعه، ساعات في عمليات 24 ساعه زي زرع بعض الاعضاء والحاجات دي بيشتغل فيها كتير، درجة ساعات يبقى 2 تيم، تيم يدخل يشتغل فترة ويروح ويجي تيم تاني يكمل على التيم الأول، فما فيش هذا التيم يبقى لك أنك أنت تخرج وتشرب شاي وترفرش وتنشط وتصلي الصلوات بتاعتك وتدخل تاني، بس بشرط في المرحلة دي ما تبقاش سايب العيان بينزل عشان ترجع تلاقي العيان صح، مش ترجع يقول لك ده قلبه وقف. فعادي يعني احنا طول عمرنا بنعمل كده، يعني أنا عمري وأنا جراح بقالي 32 سنة ما ضيعت الصلاة ولا نويت جامعة أبدا. أروح طالع على طول أصلي وتاني داخل، قاعد في مرحلة من مراحل العملية أبقى أنا مرتبها. أروح إيه محضر الأمور كده كويس، هنوصل بقى، شيلنا وهنوصل. أه بعد ما نشيل وهنوصل بين التوصيل والشيل نطلع نصلي، واللي عايز يشرب إيه كوباية شاي ويخرج. حتى في أوروبا اللي ما عندهمش صلوات بيطلعوا يريحوا، يشرب له كوباية نسكافيه، يكلم البنت الحكيمه، يعمل اي حاجه ويدخل تاني. واخد بالك؟ يعني حتى لما تروح اوروبا في المستشفيات في اوروبا وامريكا تلاقيهم لازم يعملوا كده، لان الانسان بيمل ولما يمل يقل تركيزه وكذلك لما يتعب، وانت محتاج تركز فلابد انك انت تستعيد نشاطك. سافر 20 وقتا فقط ولم يكن متاكد في الحكم من الحكم فليعيد الصلوات التي قصرها؟ لا خلاص، طالما كان جاهل بالمساله ما يعيدش حاجه، ده مما يغتفر فيه الجهل. في حالة السفر لأكثر من مدينة والإقامة في كل مدينة أقل من 4 أيام، يا يفضل يجمع رغم أن اديت لك المثال يا عم، قلت لك عندي قرايبي في طنطا وعندي أسهاري في المحلة وعندي دول في ما أنا مدي لك المثال، بتسأل ليه بقى بالمثال؟ لا في بقية أسئلة. طب ما تبقاش تقول لي بقى الحتة اللي تسأل، تقول لي الباقي على طول. في أسئلة تانية. هل يجوز أن يؤم المسافر المقيم؟ طبعًا. بس في الحالة دي المسافر هيقصر ويسلم، والمتم والمقيم يقوم يجيب بقية الصلاة، والمسافر يقول له بعد ما يسلم أتموا صلاتكم فإن على سفر. لا ما خلاص كده تمام الحمد لله. خلاص مش هناخد أسئلة تاني. لا في سؤال تاني ما جاش، ازاي؟ أنا هناخد الورق ده بس. هناخد الورق ده بس. عشان برضو إيه؟ يعني أنا برضو لحم ودم يعني. هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة إذا توفرت شروط السفر؟ الجمعة إن كانت مما يسقط بها الظهر له أن يجمع عليها العصر بشروط أن ينوي جمع الجمعة وأنه يجيب العصر بعدها مباشرة الموالاة. إن كانت هذه الجمعة يسقط بها الظهر، فإن كانت هذه الجمعة لا يسقط بها الظهر يبقى بعد ما يصلي الجمعة يقوم يجيب ظهر ركعتين ويجيب العصر ركعتين وتنوي مرة. سهلة؟ الحمد لله. هنيجي أبواب الجمعة المرة الجاية هنقول لك إمتى يسقط بها الظهر وإمتى لا يسقط، إحنا واقفين على إيه؟ فصل صلاة الجمعة. إن شاء الله المرة الجاية. إذا سافر الإنسان إلى بلده بلدة ما وهو يعلم أنه يقيم أسبوعًا فهل يقصر في 19 وقتا؟ طبعا لا غلط، هو اصلا ناوي يقيم اسبوع فهو عارف، يبقى اول ما يوصل يتم على طول. واضح؟ سهل، ده سؤال ملوش موضع لانه تجاوب بس هو ما كانش مركز. اذا كان المسافر سفرا طويلا بعد وصوله الى عمل مثلا ويمكث مدة كبيرة ك20 يوما وله مسكن في بلدة، عليه أن يلتزم بالتمام فور وصوله. أما نفس الحكاية، ما هيقعد 20 هو، حتى لو ما عندوش بيت هيقعد في أوتيل،
حتى لو هيقعد في خيمه، حتى لو هينام في الشارع زي ما بحج انا وبنام في الشارع، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، فهمت؟ طالما هيقعد اكتر من 20 وقت يبقى خلاص يتم بمجرد وصوله سهلا، سواء بقى عنده دار اقامه هناك ما عندوش، هيقعد عند حد اصحابه، اصبح مقيم. العبره بالاقامه ان هي زاد عن 3 ايام كامله، واضح؟ لو كان المسجد قريب ولا يتأذى من المطر فذهب المسجد وجه الإمام يجمع الصلاة، فهل يجمع مع الإمام أم لا؟ ما يجمعش مع الإمام، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل سؤال تكتبه بقى المرة الجاية إما وإحنا ماشيين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. كويس، تمام، تكتب حاجة أحسن.